هسه راح اسوي لكم الطريقه اللي سالتوا عليها شلون قطعت الرقي. طبعا راح تطلع مثل كل مره، نقصها من النص. واو، نقلبها بهالشكل هذا. هاي تنزل، تنزل. ونبدي نقصها بهالشكل. خلصت من هالجهة، نجي نتأكد انها كلها مقصوصة. هسه نقصها بهالشكل. تكون كلش سهلة بالأكل. خلصنا، تطلع بهالشكل هذا. اخليها، انا مجهزه معون التقديم، راح اخليها بمعون التقديم واشكلها ببقيه الفواكه واشوفكم الشكل النهائي. شلتها بايدي وخليتها بهالشكل وزينتها بتشيري نوعين، وراح اخليه البطيخ وياها. نشكلهم ونرجع، راح نسوي دراجون فروت. الشكل هذا الطفل راح يحب أكل البيت من نشكل ونزين الأكل وحتى الخضروات. طبعا هاي كلش مفيدة وكلش طيبة، صحية كلش. هنا عندي كيوي، نخليهم بالشكل، نزين الطبق مالتنا. بالشكل هذا الصغار والكبار راح يحبون أكل البيت والفواكه وكل شيء.
خاصة الأطفال اللي ما يحبون هواي الفواكه، بالشكل هذا راح يحبون الأشكال وراح يجربون كل شيء. والقطعة اللخمة من الكيوي راح أسويها نفس اللي سويتها بالدراجون فلاي فروت. راح اخلي عليهم جبنة كرافت شيدر، والف صحة وهنا. خلصنا. اخر شي خليت عليها تفاح اصفر وزينتها بجبنة كرافت شيدر، وألف صحة وهنا. وخلصنا، ونشوفكم إن شاء الله بفيديوهات ثانية. وأكيد اللي يتبقى نقدر نشيله ونخليه بكنتينرز ونخليه بالثلاجة، مثل البطيخ أو الرقي تشيريز، كل هذا إن شاء الله تخليه بكنتينرز ونخليها بالثلاجة لثاني يوم.